إخوة الإسلام، الليالي المقبلة عظيمة، والأنفاس فيها نفيسة، والساعات بل الدقائق واللحظات فيها والله شريفة، لا ينبغي أن تضاع أو تهدر فيما لا ينبغي، ولا يحسن بعاقل أن تتصرم عليه تلك الأيام والساعات في أمر قد يندم عليه ويتحسر. همسة أخيرة أحبتي الكرام في كل مكان، ما زال هذا الوباء يطوف بالعالم من أقصاه إلى أقصاه، وما زالت حصائده تتوالى وتتتابع، ولا يزال كثير منا اليوم بعد نحو عام أو يزيد من انتشار هذا الوباء وتفشي هذا الداء حمانا الله وإياكم، ما يزال الكل بل لا يكاد يخلو بيت من فقد قريب أو صديق أو جار أو معرفة بهذا الوباء وبسبب هذا الداء. أما إننا ما زلنا نصلي على الجنائز حتى عصر هذا اليوم، ولم يكن يدور بخلد أحدهم أنه لن يبلغ العشر الأواخر من رمضان هذا العام. فبالله عليك، أنا وأنت وما بقي بيننا وبين غروب شمس اليوم وإدراك أولى ليالي العشر الأواخر والوتر منها هذه الليلة، لم يبقى إلا دقائق، هل نضمن أن ندركها؟ فإذا أدركناها هل نكملها؟ أم ستكون الآجال أقرب إلينا من ليلة العيد؟ تأملوها جيدا، ستكون حافزا بإذن الله وعونا كبيرا على أن يكون لكل واحد منا مع مطلع كل ليلة من ليالي العشر وإقبالها شعور بأنها اللحظة التي قد لا تتكرر في حياته. وأنها ربما كانت آخر عشر أخيرة من رمضان في صحائف عمله، فلا يراك الله عز وجل إلا مجتهدا في الطاعة، إلا حريصا ومقبلا عليها، إلا مجتهدا سباقا. إذا ختمت صحيفة عملك هذا العام وطويت فلم تدرك رمضان العام القادم، فحسبك أن رمضان هذا العام رفع لك وطويت صحيفته، وقد كان حافلا باجتهاد وطاعة وثق تماما. فوالله الذي لا إله إلا هو، كل من كان في العشر الأخيرة أكثر اجتهادا كان بالعيد إذا أقبل أكثر فرحة وابتهاجا. فمن كان بطاعة الله أسعد كان بفرحة عيده أيضا أسعد، هكذا هو الإيمان في قلوب أهله. فاجعلوا نصب أعينكم يا كرام أنها ليالي عظيمة عند الله، فعظموا ما عظم الله، واجعلوا نصب أعينكم أنها ليالي شريفة اصطفاها الله من بين كل ليالي العام وأنزل فيها كتابه العظيم فعظمها، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم فاعتكف واجتهد فيها ولم ينم وأيقظ أهله وأحيا ليله. فلنعظم ما عظم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن إن فعلنا ذلك كنا والله إلى رحمة الله أقرب، وفي رجاء عفوه والعتق من النار أصدق. هي أيام كريمة مباركة فيها العتق من النار بأوسع أبوابه، وفيها فتح بوابات المغفرة على مصاريعها، فيها السعادة، فيها الفكاك من النار، فيها الرحمة، فيها النجاة، فيها الحياة الطيبة والعفو والعافية، فيها كل خير ترجوه عبد الله وأنت أمة الله من ربكم الكريم سبحانه. الرب كريم والزمن مبارك والليالي فاضلة، فما بقي إلا الهمم أن تنبعث، ولا بقي إلا الجهود أن تقدم، وربنا سبحانه يقبل بصدق النية قليل العمل، ويثيب سبحانه وتعالى على قليل العمل كثير الأجر والجزاء والعفو والمغفرة والثواب، فسبحانه من كريم تواب وهاب.